الراوي جعفر السقاف. نعم جعفر محمد السقاف ابو كاظم. ونعم والله يا حبيب، دائما الرواه يقولون ان حضرموت من اليمن او تابعه لليمن، هل هذا حقيقه؟ لا نعم، انا بقول لك نص من القران العظيم، ما بقول لك قال المؤرخ بن خلدون، قال بقول لك قال الله تعالى في القران العظيم بان حضرموت اصلها اسمها الاحقاف، وسوره في القران للاحقاف، والنبي هود اللي بنزوره الان ايضا هو من الاحقاف. يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام كما جاء في نسب الرجل في الكتب، يقال ان اسمه ايمن او كما لقبه جده هود ان انت ايمن اولادي، ويقال ان الاسم الحقيقي له يمن. يمن هذه اللي معنى اليوم اليمن السعيد، متسمي باسم يعرب الاول، انه هو اول من سكنه وهو اول من نادوه في الجاهليه بتحيتهم اللي هي عمت صباحا وعمت مساء وابيت اللعن، وفوقها كله أول من نطق بالعربية يوم تبلبلت الألسن اللي ترقت. على ما قال حسان بن ثابت يوم قال الزور بيبان الملوك ركابنا وليا حكمنا نعدلي وولائكم قومي تراهم خير قوم بشرهم ما عد من خير من قومي وربعي وأهلي، وحنا احتفظنا باسمنا من ذو تواريخ السنين وانسابنا كنز النسم منها يغوض ويمتلي. أشرس أحكام الجزيرة على كل سيارة، رسم من سمسر بقى तेरे ये नुम्बे नके मगिनी ने हमें हाया भी सी बेबी माँ इंदे लंग मदवती ना पूरे पे में कपतली ना तू अनारी मनहारी सुकुमाली नुमतुमा इंदे लंग मदवती ना पूरे पे में कपतली ना घूमिया भी من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن، سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من ثلاث عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت، وموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت وخاصة من الصوفية، ظهروا على جي، والجي هذه سلالة قوقازية، سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة.